السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضع بين أيديكم التقرير النهائي للجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث محلية بليل خلال الفترة من 21/12/2022 وحتى 25/12/2022 ميلادية، والمشكلة بموجب قرار والي ولاية جموك دارفور بالرقم 95 للعام 1424 هجرية الموافق 28/12/2022 ميلادية. واللجنة مشكلة من الآتي أسمائهم: المستشار إيهاب محمد التاج ممثل وزارة العدل رئيسا، مولانا سامي الإزيريك النيابة العامة رئيسا منائبا، العريش شرطة عاصم صلاح محمد والذي تم إحالته للتقاعد بالمعاش وواصل في العطاء حتى الفراغ من إعداد تقرير اللجنة وحيل برتبة العميد شرطة مقررا للجنة، سعادة العقيد ركن محمد أحمد آدم حسن استخبارات الدعم السريع عضوا، سعادة المقدم عبد الرحيم عمر علي استخبارات الفرقة 16 مشاع عضوا، الرائد الحقوقي أحمد حسن محمد عثمان الدعم السريع عضوا، الرائد الحقوقي عبد العظيم آدم الفرقة 16 مشاع عضوا، رائد أمن أحمد عبد الحي خلف الله جهاز المخابرات عضوا، السيد صبري أبو بكر آدم ممثل الحكم المحلي عضوا. وقد استعانت اللجنة بكل من المساعد الشرطة نجم الدين آدم إسماعيل في التحري، ومساعد الشرطة علي أحمد عبد السلام فني الأدلة الجنائية، والعريف شرطة سامي الحسن أيوب متحري، والزين محمد حسن عمر فني حاسوب. تتلخص وقائع الأحداث أنه بتاريخ 21/12/2022 حوالي الساعة 6 مساء تحرك عدد 6 أشخاص من أبناء قبيلة الداجو بموتر توك توك، من بينهم المرحوم جلال حسين حساب من منطقة أموري في طريقهم إلى منطقة أبو عظام، وتعرضوا لحادث إطلاق نار من قبل مجهولين أدى إلى مقتل المرحوم المذكور وإصابة المواطن آدم حامد محمد حسب النبي بجراح. صباح اليوم الثاني الخميس الموافق 22/12/2022 تحرك فزع من أبناء قبيلة الداجو من مناطق أبو عظام وأموري لتعقب أسر الجناح، وبعد بحث ومتابعة فقدوا أسر الجناة وغرروا العودة إلى مناطقهم، وفي طريق عودتهم وكرد فعل وجدوا شخصان من قبيلة الرزيقات في منطقة عراديب وأطلقوا عليهم أعيرة نارية أدت إلى مقتل المدعو نورة عمر نورة وإصابة شقيقه المدعو أحمد عمر نورة، كما ستصادف وجود شخصين آخرين من قبيلة الرزيقات غرب منطقة أبو عظام وأطلقوا عليهم أعيرة نارية أدت إلى مقتل المدعو سليمان عبد الرحيم علي الساطع وإصابة شقيقه محمد عبد الرحيم علي الساطع بجراح، ونفوق جمل وإصابة جمل آخر بأعيرة نارية. بتاريخ 23/12/2022 قامت مجموعة مسلحة من أبناء قبيلة الرزيقات بالاعتداء على عدة مناطق وقرى بمحلية بليل وقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجراح ونهب ممتلكاتهم وحرق القرى، والقرى هي أموري، تقلاع، حميضة، جميزة، أربعة، أم سيالة، أركم، حجر سمبو، غشتير، قلقلداء، كومسكي، غبشة، فج الحلا، كتر الشطة، دوكا، تري، أركز، أم ترينا. بعد صدور قرار تشكيل لجنة التحقيق بتاريخ 28/12/2022 تمت مخاطبة الجهات المعنية لترشيح منسوبيهم، وتاريخ 31/12 تحركت اللجنة إلى منطقة أموري صحبة لجنة أمن الولاية، واجتمعت اللجنة بسيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو. تحركت اللجنة إلى مدينة بليل بكامل عضويتها وأشرت التحقيق، واستمعت للجنة أمن المحلية على رأسهم المدير التنفيذي السابق الطاهر عبد الله أحمد رئيس اللجنة، ومدير شرطة محلية بليل الرائد الصادق إسماعيل، مقرر لجنة الأمن وقائد القوات المسلحة الرائد محمد الخليفة إبراهيم عضو لجنة الأمن، وانحصرت إفاداتهم في الآتي: فور تلقي البلاغ بتاريخ 21/12/2022 قررت لجنة أمن المحلية تحريك مامورية بعربة شرطة واحدة إلى موقع الأحداث لإسعاف المصابين ونقل الجثة من موقع الحادث منطقة أبو عظام. وبتاريخ 22/12/2022 وصلت معلومات للجنة أمن المحلية بوجود جثة من أبناء قبيلة الرزيقات بدائرة واختصاص الحادث الأول منطقة أبو عظام، وتم تحريك قوة مشتركة للوقوف على الأحداث، ولم يتم العثور على الجثة، وتم العثور على جمل نافق وآخر مصاب بعيار ناري. بتاريخ 23/12/2022 توالت الأحداث، وقامت مجموعة من أبناء قبيلة الرزيقات بهجوم واسع
على مناطق وقرى أبناء قبيلة الداجو، وتم حرق ونهب عدد 17 قرية، وتسبب في خسائر في الأرواح والأموال. وقامت لجنة أمن المحلية بعكس مجريات الأحداث للسيد الوالي، وتم تعزيز القوات المشتركة بمحلية بليل بقوات إضافية من لجنة أمن الولاية، وتمت السيطرة على الموقف. قامت لجنة التحقيق المشكلة باستجواب ممثلي الإدارات الأهلية من الطرفين، حيث جاءت إفادتهم كالآتي: العمدة ديدان السيد ديدان عمدة قبيلة الرزيقات ذكر في إفادته أنه فور تلقيه خبر مقتل أحد أبناء قبيلة الرزيقات المدعو سليمان عبد الرحيم علي الساطع بتاريخ 22/12/2022، قام بالاتصال بإدارة قبيلة الداجو، الإدارة الأهلية لقبيلة الداجو ممثلة في عمدة منطقة أبو عظام يعقوب عبد الكريم، وأخبره بأن القتيل من أعيان قبيلة الرزيقات، وقد يحدث رد فعل من جانب أبناء القبيلة، وطلب أن يتم احتواء الموقف. العمدة بدوره عمدة أبو عظام أفاد بأنه فور تلقيه معلومات الحادث ومهاتفته لعمدة الرزيقات، قام بالاتصال بالأجهزة الأمنية وعلى رأسهم المدير التنفيذي لمحلية بليل، وأخطرهم بخطورة الموقف، وطلب تعزيز مناطق الأحداث بقوات إضافية تحسبا لأي طارئ، إلى أن لجنة أمن محلية بليل لم تلي الأمر أهمية، لم تلي المناشدة أهمية حسب إفادة العمدة، ولم ترسل أي قوات حتى تم الاعتداء على القرى وحقها وقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم. قامت لجنة التحقيق أيضا بالتحقيق مع أفراد نقطة شرطة أبو عظام، وجاءت إفاداتهم بأنه بتاريخ 21/12/2022 حوالي الساعة 6 مساء وصلهم المجن عليه آدم حامد محمد حسب النبي، وأبلغهم بأنه وآخرين محمد حامد آدم دل كان المصاب في التكتك، وأبلغهم بأنه وآخرين أثناء عودتهم من منطقة أموري تعرضوا لحادث إطلاق نار من قبل مجهولين، ونجم عن ذلك إصابته بجراح ومقتل المدعو جلال حسين حساب، وقاموا بالاتصال بشرطة محلية بليل لتحريك عربة لإسعاف المصاب ورفع الجثة. بتاريخ 22/12/2022 تحرك فزع أهالي من أبناء قبيلة الداجو لتعقب أثر الجناة، وعند عودة الفزع بالقرب من نقطة شرطة أبو عظام سمع أفراد الشرطة أصوات أعيرة نارية بالقرب من المنطقة، واتصلوا بشرطة محلية بليل، وصلت قوة مشتركة لموقع إطلاق النار، ولم تجد مصابين أو جثث سوى الجمل النافق والجمل المصاب. بتاريخ 22/12/2022 حوالي 6 مساء جاءت مجموعة من أفراد الحركات المسلحة تستقل عدد 2 عربة كروزر باللون الأغبش، وتوقفوا بنقطة شرطة أبو عظام أثناء عودة فزع أبناء قبيلة الداجو. بتاريخ 23/12/2022 شوهدت 3 عربات لاند كروزر باللون الأغبش، وعربة ليلى علوي باللون الأبيض، وعدد 2 عربة بوكسي دبل كاب باللون الأبيض، وعدد 6 مواتر، وعدد 20 إلى 27 جمل استغلها مجموعة مسلحة من أبناء قبيلة الرزيقات بموقع إطلاق النار الذي أدى إلى نفوغ الجمل وإصابة الآخر. وانطلقت تلك المجموعة إلى منطقة أموري، وبعدها سمعوا أصوات زخيرة وشاهدوا حرائق. قامت لجنة التحقيق أيضا بالوقوف على موقع الحادث الأول شرق منطقة أبو عظام، والحادث الثاني غرب منطقة أبو عظام، والحادث الثالث جنوب شرق منطقة أبو عظام، حيث لاحظت اللجنة فارغ زخيرة كلاش بموقع الحادث الأول موقع حادث التوك توك، وشهد الجمل النافق بعيار ناري بموقع الحادث الثاني يخص القتيل سليمان عبد الرحيم علي الساطع، وأثار دماء متقطعة لمسافة طويلة بجبل منطقة أبو عظام وموقع الحادث وأما موقع الحادث الثالث لم تجد اللجنة أي آثار. قامت لجنة التحقيق بزيارة القرى المتأثرة بالهجوم وعددها 17 قرية، حيث شاهدت آثار الحريق في المنازل والمحاصيل والدواب والطواحين، وفي قرية فج الحلا عثرت اللجنة على هاتف جوال صغير باللون الأسود بداخله شريحتين، وتم تحديد مالك الأرقام الموجودة في الهواتف، وأدرج ضمن المتهمين في الأحداث. قامت اللجنة أيضا بالتحقيق مع ممثلي القرى 17 قرية، وجاءت إفاداتهم بأنهم تعرضوا لهجوم مسلح من قبل بعض أبناء قبيلة الرزيقات يستغلون جمال وخيول ومواتر وعربات دفع رباعي وبكاسب اللون الأبيض، قاموا بحرق القرى ونهب ممتلكات المواطنين
الماشية والمحاصيل والسرعة التموينية وأشياء أخرى. كما أفادوا بأنهم تعرفوا على بعض الجناة بالاسم ولم يتم القبض عليهم مرفق مع تقرير كشف بأسماء الجناة والمتهمين الذين تم التعرف عليهم بواسطة المتهمين والمجني بواسطة المجني عليهم. تحركت لجنة التحقيق إلى أقسام شرطة محلية بليل ووقفت على البلاغات المفتوحة بشأن الأحداث وعددها 415 بلاغ تخص أبناء قبيلة الداجو. وكما تحركت اللجنة إلى منطقة تعايشة التابعة لمحلية نتيجا وجدت بلاغ مفتوح بقسم شرطة تعايشة بالرقم 54 بموجب المادة 130 جنائي بتاريخ 23/12/2022 المتعلق بمقتل المرحوم نور عمر نورة. تحركت اللجنة إلى منطقة مريرة التابعة لمحلية نتيجا وقامت باستجواب ابن عم المرحوم نور عمر نورة ويدعى عبد الرحمن موسى حول ملابسات مقتل المرحوم، حيث أفاد بأن المرحوم المذكور وشريكه المصاب أحمد عمر نورة تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجهولين مسلحين يستغلون عدد 2 عرب لاند كروزر باللون الأغبش بالقرب من منطقة قشطير. كما تحركت اللجنة إلى منطقة بريد السلام طويلة وقامت باستجواب العمدة عثمان موسى درة، حيث أفاد بأن المرحوم سليمان عبد الرحيم علي تعرض لإطلاق نار وأصيب شقيقه محمد عبد الرحيم علي الصادق. تحركت اللجنة إلى منطقة طور طاعان فريق المجني عليه محمد عبد الرحيم علي الساطع شقيق القتيل، وقامت اللجنة باستجوابه وأفاد بأنه بتاريخ 22/12/2022 تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة من أبناء قبيلة الداجو شرق جبل أبو عظام والذي يبعد حوالي 1 كيلومتر من منطقة أبو عظام، ونجم عنه مقتل شقيقه سليمان عبد الرحيم علي الساطع وإصابته في العين اليسرى وأجزاء متفرغة من جسده إصابات متفاوتة ونفوق عدد 4 جمال ونهب ممتلكاتهم المتوسلة في مبلغ نقدي وعدد 50 رأس من الطان وعدد 3 جمل وعدد 2 تلفون وأغراض أخرى، وتم توجيههم بفتح بلاغ جنائي بالوقائع. كما تحركت اللجنة إلى قسم شرطة نيال الشمال وقفت على البلاغات المفتوحة وعددها 5 بلاغ من ضمنها البلاغ 54/04 بموجب المادة 130 جنائي متعلق بمقتل أحد منسوبي قوات الدعم السريع من أبناء قبيلة الرزيقات بواسطة المتظاهرين بشارع الفاشل بالقرب من الميناء البري ويدعى محمد عبد الرازق إدريس، وآخر بولاء آخر متعلق بحرق مكتب الهيئة القومية للطرق والجسور ببوابة الفاشل، وثلاث بلاغات متعلقة بنهب ممتلكات الفارين من مناطق الأحداث. قامت لجنة التحقيق بالتحقيق مع رئيس قسم شرطة محلية بليل الملازم أول ياسر عابدين، وأفاد بأنه بتاريخ 24/12/2022 تم تحريك مأمورية مشتركة إلى منطقة فج الحلا لإحضار جثة أحد المواطنين، وتعرضت قوة المأمورية لإطلاق نار من قبل مجهولين وتم الاشتباك معهم وتم الاشتباك مع القوة، ونجم عن ذلك استشهاد الشرطي معتصم حسن آدم جبريل وإصابة الشرطي علي آدم عبد الله أرباب بجراح. وتحركت مأمورية أخرى بتاريخ 25/12/2022 إلى قهوة لبن، وتم القبض على 4 متهمين ضمن الذين شاركوا بالاشتباك مع القوات المشتركة، هم محددين بأسمائهم وتم القبض عليهم. بتاريخ 7/1/2023 و8/1/2023 تحركت اللجنة إلى قسم شرطة نيال وسط وسجن نيال العمومي لاستجواب المقبوض عليهم وعددهم 20 متهما، وبالتحقيق معهم أنكروا الاتهام جملة وتفصيلا. كما قامت اللجنة بزيارة مستشفى نيال التعليمي والمستشفى التركي للتحقيق مع المصابين وعددهم 9 مصاب بينهم 3 من أفراد الشرطة، تم التحقيق معهم وأفاد بأنهم تعرضوا للاحتداء من قبل مجهولين من أبناء قبيلة الرزيقات. فيما يلي ملخص لنتائج التحقيق، من خلال التحقيق الذي باشرته اللجنة مع كافة الأطراف توصلت إلى النتائج التالية. بتاريخ 21/12/2022 وقع حادث إطلاق نار بمنطقة أبو عظام من قبل مجهولين نجم عنه مقتل شخص وإصابة آخر، ولم يتم التوصل إلى الفاعل الحقيقي إلا أن هناك اشتباه وجه إلى 3 أشخاص من أبناء قبيلة الرزيقات تم التعرف عليهم من شهود عيان محددين بأسمائهم ولم يتم القبض عليهم. 3 متهمين في الحادث الأول تم تحديدهم بأسمائهم لكن لم يتم القبض عليهم حتى.
تزامن خروجهم من مناسبة حفل بمنطقة بضغضام وهم مسلحين يمتطون جمال مع حادث إطلاق النار، وجاري البحث عنهم والقبض عليهم. قامت مجموعة من أبناء قبيلة الداجو كفزع أهالي من مناطق أبو عضام وأموري ومعسكر كلمة بالتحرك ومتابعة أصل الجناة، وعند عودتها من الفزع كرد فعل قامت بإطلاق نار على 4 أشخاص بالقرب من منطقة أبو عضام، وهم المرحوم سليمان عبد الرحيم علي الساطع والمرحوم نورة عمر نورة، والمصابين محمد عبد الرحيم علي الساطع وأحمد عمر نورة. بعد مقتل أبناء قبيلة الرزيقات قامت الإدارة الأهلية لقبيلة الرزيقات بإخطار الإدارة الأهلية لقبيلة الداجو بتوقع أمور شديدة الخطورة، وتم إخطار لجنة أمن محلية بليل والشرطة. تاريخ 23/12/2022 قامت مجموعة مسلحة من قبيلة الرزيقات يستغلون عربات دفع رباعي وجزء منه ويرتدي سويترات تتبع لقوات الدعم السريع والوقوف على موقع مقتل ابنهم القتيل سليمان عبد الرحيم علي الصادق، ومنه قاموا بتتبع أثر الجناة الذي أتى إلى منطقة أموري، وقاموا بالاعتداء على المواطنين وحرق القرية وقتل وإصابة عدد من المواطنين. الهجوم الذي قام به مجموعة من أبناء قبيلة الرزيقات أسفر عن حرق عدد 17 قرية وقتل 14 شخص وإصابة عدد 18 شخص من قبيلة الداجو ونهب ممتلكات المواطنين، مرفق مع التقرير كشف بأسماء القتلى والجرحى والخسائر المادية. عدد البلاغات المدونة من قبل أبناء قبيلة الداجو 416 بلاغ، مرفق مع التقرير كشف بالبلاغات. عدد البلاغات المفتوحة من قبل أبناء قبيلة الرزيقات عدد 2 بلاغ، مرفق مع التقرير. خسائر أبناء قبيلة الرزيقات عدد 2 قتيل وعدد 2 مصاب. خسائر القوات المشتركة أثناء الاشتباك مع المعتدين عدد 1 شهيد من قوات الشرطة و3 مصابين، ونحب عدد 1 بندقية كلاشينكوف، وهناك عدد وقتيل من قوات الدعم السريع قتل بواسطة المظاهرين أثناء سقوطه من عربة سفرية بالقرب من الميناء البري. المتهمين الذين وردت أسماءهم ولم يتم القبض عليهم عددهم 68 متهم، مرفق كشف مع التقرير. عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم 21 متهم. من ضمن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأحداث حسب إفادات المواطنين والشهود أن هناك خلافات وسط الإدارة الأهلية لقبيلة الداجو تتمثل في قيام السلطان بإبعاد عدد من العمل والاستعانة بالشباب وبعض منصوبي الحركات للمشاركة في تأمين الموسم الزراعي، وهؤلاء بدورهم يرفضون تواجد الرعاة بدائرة اختصاص المحلية، مما نجم عنه بعض التوترات بين الطرفين تتمثل في الآتي: محاولة منع الطلق المبكر، استبعاد مكون الرحل من المنطقة، إلزام المواطنين بدفع 200 ألف لكل قرية على أن يدفع كل فرد مبلغ 1500 جنيه لدعم تأمين الموسم الزراعي، إحضار عدد 5 أفراد من الشباب للمشاركة في تأمين الموسم الزراعي. هناك قصور واضح من لجنة أمن المحلية لتأخرهم بتحريك قوى مشتركة والسيطرة على الموقف الأمني قبل وقوع الأحداث رغم علمهم بخطورة الموقف. عدم تفاعل لجنة أمن الولاية والاستجابة السريعة للأحداث بالرغم من إبلاغهم من لجنة أمن محلية بليل في الوقت المناسب لاحتواء الموقف وتدارك قبل وقوع الخسائر في الممتلكات والأرواح. مشاركة بعض المتفلتين من أبناء القبائل المجاورة الذين لم يكونوا طرفا في الصراع في عمليات النهب أثناء وبعد الاعتداء على القرى التي تم حرقها. قلة قوات الشرطة وضعف إمكانياتها بمعظم مناطق المحلية. هناك متهمين شاركوا في فزع أبناء قبيلة الداجو أتوا بمعسكرات النازحين يستغلون عدد عرب وبوكس أبيض وعدد 3 تكاتك ومسلحين بعدد 1 رشاش جرانوف وعدد 1 مدفع RPG وعدد من بنادق الكلاشينكوف والجيم، مرفق كشف بالأسماء. رابعا توصيات لجنة التحقيق: 1 تعيين قوة مشتركة لفرض هيبة الدولة ومحاربة الظواهر السالبة وتتمثل واجباتها وفقا للآتي: القبض على المتهمين المشاركين في الأحداث الذين لم يتم القبض عليهم، جمع السلاح من أيدي المواطنين، جمع عربات الدفع الرباعي اللاند كروزرات وغيرها، جمع الدراجات النارية المواتر، سيطرة الأجهزة الأمنية على معسكرات النازحين، تعزيز الوجود الشرطي والأمني بمناطق الهشاشة الأمنية،
لا سيما ان احليه بليل تتسم بوجود احتكاكات بين الرعاه والمزارعين لمرور بعض المراحل والمسارات بها والتداخل القبلي ومعسكرات النازحين واللاجئين. 4. استكمال التحري في البلاغات المفتوحه والقبض على المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم توطئا لتقديم البلاغات للمحاكمه. توجيه الادارات الاهليه بعدم التدخل في العمل الامني الذي تسبب في النزاع بين الطرفين. العمل على رتق النسيج الاجتماعي والتخلص من اثار الحرب ونشر ثقافه السلام وقبول الاخر بوسائل الاعلام المتاحه. حث الطرفين ومناشدتهم لعمل مصالحات عرفيه تنهي الصراع بينهم واقامه مؤتمرات الصلح برعايه حكومه الولايه. الزام الادارات الاهليه بتوجيه الرعاة بعدم الاعتداء على المزارع اثناء موسم